بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخدنا جيت امبلوي وعملنا الفايند، عايزين نعمل إيه؟ عايزين المرة دي نحسن شوية في شكل العرض والطباعة، فهناخد إزاي نعمل برنت. طبعا أنتوا واخدينها قبل كده، بس أنا بكون كل الإكزامبل كامل إن شاء الله. فأنا هديفاين فانكشن تانية هسميها مثلا برنت امبلوي، تمام؟ فطبعا البرنت امبلي بتاخد الامب اللي هو الديتا بتاعته كلها على بعضها، تمام؟ وبعد كده بتبدأ تطبع منها زي ما هي عايزة يعني. فانا هقوم عامل، بس طبعا الطباعة دي ممكن تحصل فيها شوية مشاكل، لان ورد يكون الديتا بتاعتي مش كاملة في الدوكيمنت ده. الدوكيمنت ده ما فيهوش تفاصيل معينة، هنا ما فيهوش فونز، هنا في فونز، هنا في مش عارف جندر، هنا ما فيهوش جوب، يعني ممكن وارد يحصل شوية مشاكل من دي. فانا هحطهم كل الشغل بتاعي ما بين تراي واكسبت، تمام؟ فهقول له ايه؟ برنت، هقول له مثلا ايه الاي دي، اطبع طباعة بسيطة، تمام؟ ممكن بعدها كده مثلا ناخد لنا تباية كده حلوة، تمام؟ بعد الاي دي واقوم قايل له الكومة، وعايز اطبع بقى ايه الامب، وهتعامل مع الامب ان او اندرسكور. وطبعا طبعا دي هتيجي نمبر وهتضرب مني، فانا ممكن ادولها بالاس تي ار ايه فانكشن. حلو جدا. وقوم جاي اعمل برنت كمان مثلا للنيم، النيم نديها كمان تبايح، تمام؟ وبعدين نقول له بقى ايه الامب. طبعا عندنا الامب نيم، عندنا مكون يعني، عندنا الامب نيم مسمينه هنا امب اندرسكور نيم، وجواه فيرست نيم ولاست نيم. فانا هقول له امب اندرسكور نيم صح زي ما هو مكتوب، تمام؟ ومن جواه فيرست نيم، يبقى لازم اقوم جاي كده وقايل له انا عايز منه الفيرست نيم. كده هيجيب لي بس جاست الايه الاسم الاول. لو انا عايز اجيب جنبي الاسم الثاني واعمل سبيس، او اعمل سبيس واجيب الاسم الثاني او الاخير، تمام؟ هو ما هنا اللاست، اللاست نيم هو مش عارف نسمي السكند ولا اللاست، بس مش مشكلة. اللاست نيم دي لازقة والفيرست نيم لازقة، مفيش اندر سكور، ماشي وليكن، تمام. ايه تاني فاضل لنا؟ الديبارتمنت ده على طول مباشر، مفيش كلام، شبيه لده قوي. هل كده متقفلة ورا صح؟ مظبوطة. اقول له هنا الديبارتمنت، اقول له دي هتيجي من الديبارتمنت، ما عندناش اي تفاصيل داخليه، تمام. ايه تاني عندي؟ يبقى جبت الديبارتمنت اي دي، يبقى دي اي دي على فكره مش ان او، بس اخدنا بالنا، ماشي. نيم فونز، انا هسيب البروجكت دي تبقى السايت اللي كان هشتغل فونز كلاس الاري. قلت له ماشي. الفونز هتبقى مشكلة، الفونز تمام. فانا هقوم قايل له كده فونز، تمام. وبعد كلمة فونز انا ممكن يعني اخد خط كده، لان طبعا دي هتبقى يعني ليست اوف فونز، يعني مش حاجة واحدة، ده مجموعة يعني. فانا هاخد خط كده، وبعدين انا عايز اطبع الفونز. الفونز دي المفروض تجي لي كاري صح؟ فانا هشتغل عليها، فانا لازم اقوم عامل فور فون ان الامبلي اوف فونز لو كان في فونز. طبعا لو مفيش فونز هيضرب مني، تمام. حلو، هعمل ايه؟ هقول له بس برنت الفون على طول، بس نتحطه تحت بعض يعني. طبعا ده هيحصل هنا كده. طب لو انا عايز اشتغل على ده البروجكت عشان اجيبها لكم، هتبقى برضه نفس الفكره بس على البروجكت، نفس الفكره اللوب عادي جدا. بس لما تيجي تقول له بقى اطبع البروجكت، مش هتطبع البروجكت، ان البروجكت عندك هتلاقي مكون من كلمه بروجكت ومن كلمه وركينج اوت. بس انت هتعمل ايه؟ هتقوم جاي هنا برنت، تقوم قايل ايه، وتقوم مزود هنا بقى هتبقى البروجكت، ساعتها تقوم قايل له بقى الايه البروجكت عشان تجيب النيم، او الوركينج اورز عشان تجيب الوركينج اورز. يعني هي نفس الفكره، حاجه بسيطه يعني، تمام؟ كاسايمنت ليك يعني. بكده اهو
انا ارجع هنا كده وما يقول له اكسبت. طبعا الاخطاء ممكن تحصل كذا خطا، من اهم الاخطاء اللي ممكن تحصل عندنا اللي هو الكي ايرور. الكي ايرور ده معناها ان بتحصل لما يكون اتريبيوت معين مش موجود، زي الام باي دي، زي النيم، زي الديبارتمنت، زي الامبلوي، الفونز، اي واحده من دول ضربت في حد. بس انا هطبع هبرنت مثلا دلوقتي بس مؤقتا، هقول له اتريبيوت او ميسنج اتريبيوت وخلاص. في اتريبيوت معين مفقود في البيانات وخلاص، مفهومه تمام. طبعا لو انت في حاجه حقيقيه لازم تدي بقى بيانات موضحه اكتر، بس انا بديك الفكره. تكتب قصدي يعني مسجز اوضح ومفصله بشكل اقوى، بحيث اللي يقرا الكلام يبقى فاهم كل التفاصيل. طيب اكسبشن، لو في اي اكسبشن اخر هقول له بس برنت، معرفش ايه اللي ممكن يحصل، بس يعني يقول لي اكسبشن كده بس مؤقتا وخلاص، مؤقتا حتى الوقت كده. انا كل اللي هعمله لما اجي نجرب ده اللي احنا عملناه ده، هنادي بس على البرنت امبلي. بدل ما كنا بنعمل في الكول كنا بنعمل برنت صح، اقول له هنستخدم برنت امبلي بتاعتنا، برنت امبلي، وادي الريزلت دي هي امبلي اصلا اللي راجعه لي من جيت امبلي، هي اصلا امب يعني، ممكن اعملها كده لان هي امب فعلي، هو موظف ما فيش غيره. وبكده يكون ايه، عملت لها كول. طبعا وادي كول فايند برضه، انا هكلم الفايند، والفايند هي اللي بقت بتكلم جيت امبلوي، وهي اللي بقت بتكلم البرنت امبلوي. نجرب، دخل موظف قلت له رقم 0، قال لي الاي دي رقم 10 وضرب، يعني معرفش يجيب النيم، يعني ضرب عندنا في حته النيم على طول مباشره يعني هو جاب بس الاي دي رقم 10. جه عند النيم، في عنده فيرست نيم، احنا كاتبين فيرست اندر سكور نيم، انا كنت شغال حاجه ولما رفعت ملف الجيسون كان مظبوط بشكل تاني. ماشي، فيرست نيم ولاست نيم، ماشي تمام. نريتن دي كده تاني ونقول له رقم 0 هاته. طبعا هنا برضه في البرنتايه ضرب مننا امب اندر سكور نيم، طب هي مظبوطه امب اندر سكور نيم مظبوط، الفيرست نيم لازقه ببعض واللاست نيم لازقه ببعض. فيرست نيم لاست نيم امب اندر سكور نيم كامله، فيرست نيم ولاست نيم تمام زي ما احنا كاتبين بالظبط. بص هنا مره امب اندر سكور نيم ومره امب نيم، وبعدين بقى طيب ماشي خير. بسم الله الرحمن الرحيم تمام. قال لي ادي الاي دي 10، النيم عدد سبورة، الديبارتمنت رقم 1، وقال لي الفونز، قام جاب لي رقمين التليفون اللي متسجل. قلت له طب دور لي على رقم 1، قال لي الاي دي كذا، الاسم مهيمن، الديبارتمنت رقم 1، قال لي الفونز كذا كذا تمام. وكده نكون ايه، طب لو عملنا رن ودخلنا رقم 3 هو مش موجود اصلا، هيطلع لي اكسبشن اللي هو بقى مش موجود. يعني not exist اصلا اللي هو نن تمام، اكسبشن تمام. اكسبشن هو data not found يعني. اربعه اكسبشن data not found وخلاص تمام. وبكده نكون خلصنا الفايند بتاعتنا والدنيا تمام والطباعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.